شعار حب يسوع بقلبي مزروع اختتمت ببيت لحم فعاليات المخيم الصيفي التاسع لمدارس الأحد التابعة لكنيسة القديسة كاترينا. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. حب يسوع بقلبي مزروع، هذا هو الشعار الذي حمله المخيم الصيفي التاسع لمدرسة الأحد التابعة لكنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم. فبأجواء مفعمة بالمحبة والإيمان ابتدأت فعاليات الاختتام في حدائق مؤسسة العمل الكاثوليكي في بيت لحم بقداس إلهي ترأسه الأب عماد الكامل الكاهن المساعد في كنيسة سانتا كاترينا الذي كان له البصمة الواضحة في إنجاح هذا المخيم الصيفي، وبحضور أكثر من 400 طفل إلى جانب ذويهم وجمع كبير من المدعوين والمؤسسات والشخصيات، بالإضافة إلى نحو 50 خادماً ومتطوعاً. وفي كلمة للأب عماد الكامل التي شكر فيها الله أولاً بإنجاح هذه الفعالية التي تعلم الأطفال بأن نور الرب يبقى ساطعاً، وللمتطوعين أنهم بشر يفهمون أنه يوجد فرح في العطاء أكثر من الأخذ، وأنه بالخدمة والالتزام والتكافل تبنى الكنيسة، وأن العطاء من غير مقابل هو نابع من حب الله. اليوم يعني فرحة كبيرة في بيت لحم، لأنه بنختتم مع مخيمنا الصيفي اللي كان له شعار كتير حلو هاي السنة. كان هدفنا أنه نكمل مشوار السنة الماضية اللي بلشناه مع الأولاد، اللي برضو مخيم السنة الماضية كان كلامك ربي يفرح قلبي، فأخذناهم من يدهم ومشينا في الكتاب المقدس، حكينا لهم قصص من العهد القديم، حفظوا آيات وجسدناها في معرض زي هذا. هاي السنة حبينا نكمل مع العهد الجديد. المخيم تبعنا بلش 10 شهر وكملنا لحد آخر الشهر، يعني كان يعني مسار طويل تعبنا فيه كتير، ولكن الفرحة الكبيرة إنه بنشوف ثمرة كتير حلوة مع الأولاد اللي عرفوا قصص الإنجيل وحفظوا الآيات، وده دليل منهم على حبهم ليسوع، وبنحاول نعرفهم قديش يسوع بيحبهم. مخيمنا كان بيتميز بالعدد الكثير جدا جدا، الأولاد كانوا أكثر من 400 طفل وفي 50 خادم وخادمة. سوينا غير النشاطات الدينية والقصص اللي تعلموها، سوينا نشاطات فنية، سباحة، رياضة، رحلات إلى آخره، وده كله بيخلينا نفرغ طاقات الأطفال ونكتشف فيهم المواهب، لأنه هذا المعرض اللي احنا فيه من صنع الخدام والأطفال مع بعض. فإذا في أطفال كتير موهوبين، في منهم موهوب في التراتيل، في منهم موهوب في الدبكة والفن، في منهم موهوب في الرسم، فكل واحد عنده موهبة بنساعده أنه هو يكتشفها وينميها. وده يعني بنحس بفرحة كبيرة أنه بنلاقي الأطفال بيلاقوا ذاتهم وبيجوا على المخيم وهم فرحانين، يعني في أهل كتير مبسوطين أنه أولادهم بيصحوا الصبح يصحوهم تيجوا على المخيم. عادة بيحكونا أنه بيروحوا على المدرسة وهم متغصبين يعني مش مبسوطين، لكن بيجوا على المخيم وهم كتير فرحانين، وطلبوا مننا أنه ياريت المخيم ما يخلص، ولكن بسبب الانشغالات الصيفية والنشاطات الكنسية يعني بنكتفي بهذا الشهر اللي قضيناه معه. أكيد بنشكر ربنا على هاي النعمة، وبنشكر الأهل اللي داوموا وجابوا أولادهم لحتى نزرع فيهم بذرة الله، وبنطلب من الله يساعد الأهل لحتى ينموا هاي البذرة، وبنشكر كمان كل اللي ساهم في نجاح هذا المخيم وهذا الحفل، بالأخص نور سات اللي اليوم إجت لحتى تطلع للنور خدمتنا ورسالتنا كرهبان فرنسيسكان الحراسة المقدسة في هاي الأرض المقدسة بيت لحم. تعلمت من المخيم عن يسوع كتير اشياء، تعلمت عنه المحبة،
وهلا بدي احكي الايات. فرحت بالقائلين لي الى بيت ربي نزل، قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر، هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت. احنا تعلمنا من مخيم حب يسوع بقلبي مزروع عن قصص يسوع وعن تجاربه، وحفظنا ايات وسولنا نشاطات. مخيمنا بيحكي عن عنوانه حب يسوع في قلبي مزروع، بيحكي عن المحبة اللي بتكون موجودة بيننا وبنحاول نكبرها ونزرعها في الأولاد. نحن حوالي 40 خادم زي ما بسمينا أبونا عماد، كلنا مثل بعض، مندير بالنا حوالي 400 ولد كانوا بالمخيم، أعمارهم بتتراوح بين 4 سنين ل 12 سنة، من صفوف متعددة. نشاطات كتير سويناها بالمخيم، من ضمنها كان فن، طبخ، رقص، في دبكة، في غنى، كنا نرتل ونصلي كل يوم الصبح، وكانوا يلعبوا على المراجيح. رحنا على دير الكرمل، رحنا كمان مرة رحلة سباحة عريحة، وكانوا كمان يسبحوا هون في العمل مرة بالأسبوع الأولاد. والمخيم كان كتير جوه حلو، والولاد إجمالاً كلهم حبوا بعض وتعرفوا على بعض وصار الكل أصحاب. ونحن كخدام كتير انبسطنا لأنه كان في روح حلوة بالمخيم، وإن شاء الله كل سنة نضل هيك. ومن فعاليات المخيم تم عرض فقرات للأطفال نالت إعجاب الحاضرين، وفي نهاية الحفل تم افتتاح معرض فني من صنع أطفال مدرسة الأحد. للنورسات ماردن الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم.